شرعت سلطات الاحتلال بأعمال البناء لإقامة معبر جديد في مدينة القدس المحتلة على أراضي بلدة العيسوية شمال شرقي البلدة القديمة، ومن شأن هذا المعبر أن يفصل شبكة الطرق الفلسطينية عن المستوطنين ضمن مخطط أكبر لفرض الهيمنة التامة على المدينة المقدسة. المزيد في هذا التقرير. خطوات متسارعة ينفذها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يسعى من خلالها لتقطيع أوصال التجمعات السكانية للفلسطينيين والتضييق عليهم. آخر هذه المخططات هو مخطط بناء معبر عنصري جديد على أراضي قرية العيسوية شمال شرق البلدة القديمة. الشارع هذا الهدف منه ربط مستوطنات شمال القدس شرق رام الله مع مستوطنات جنوب القدس، شارع الطوق الشرقي اللي أحياناً يطلقوا عليه حاضن القدس، والشارع المقطع اللي بتم افتتاحه هو شارع عنصري بامتياز، يتوسط جدار يفصل بين شارع مخصص لربط شمال الضفة بجنوبها عبر الزعيم العزرية، وشارع آخر للمستوطنين لربطهم في القدس. الاحتلال بدأ بوضع غرف اسمنتية تشكل البنية التحتية لهذا المعبر المعروف إعلاميا بشارع الأبارتايد، كونه الخطوة الأولى لخطة الفصل التي تنوي حكومة الاحتلال تطبيقها في الضفة الغربية، بالإضافة لكونه سيبتلع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين لبنائه. المشروع الاستيطاني اللي هو راح يسهل عملية دخول المستوطنين من المناطق الشرقية اللي هي منطقة الشرق شمال الضفة الغربية، اللي هو راح يجوا من منطقة مستوطنة عناتا، مستوطنات رام الله، اللي راح يستغلوا هذا المعبر بحجة انه راح يسهل على الفلسطينيين، بيرفعوا شعار انه راح يسهل على الفلسطينيين الموجودين من منطقة عناتا ومنطقة بيت حنينة ومناطق رام الله اللي هي كفر عقب وكذا ايش للمقدسيين، فهذا كليته كذب، هذا بس مشروع من اجل يخدم المشروع الاستيطاني تبعهم، فهذا المعبر راح يأثر على أهل العيسوية انه راح يكون أزمة أكثر على المدخل الشرقي لقرية العيسوية، لأنه فتحوا شارع جديد من الأراضي العيسوية والطور اللي هي منطقة ما تسمى الحديقة الوطنية، قطعوا حوالي أقل شيء حوالي 30 دنم من أجل فتح هذا الشارع من الأراضي العيسوية. انتهاكات الاحتلال لقرية العيسوية لا تتوقف على بناء هذا المعبر الاستيطاني، فالمواطنون يتعرضون لإجراءات عقابية وتضييقات يومية تشمل المداهمات الليلية وإغلاق الشوارع، هدفها الضغط على أبناء القرية لدفعهم للبحث عن مناطق بديلة وتهجيرهم لإحلال المستوطنين مكانهم. من مدينة القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.